أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء نستمر معكم في سلسلة محاضرات مادة ميكانيك الموائع وصلنا إلى الفصل السادس فيسكوس إنترنال فلو وصلنا إلى تكلمنا في المقطع السابق عن التوربيلنت فلو وذين سموث بايب وأيضا حلينا مثال الأول على هذه الموضوع والآن نأتينا نحل المثال الثاني. نتحول ملفنا الباوربوينت نشوف الحل مال المثال الثاني خطوة خطوة. في هذا المثال يقول هنا كيروسين فلو ثرو ذا 100 مليمتر دايمتر سموث بايب ان فيجر 619. في هذا الشكل 619 عندك مادة الكيروسين المائع اللزج يجري خلال المية مليمتر يعني او بوينت مقسمها على الف شو يصير او بوينت يصير او بوينت او 1 متر هذا شنو هو هذا الدايميتر مالته هنا عندنا الدايميتر سموث بايب ما عندنا خساره قال سموث يعني مو ما عندنا خساره Within an average velocity of 20, مطيك الـ average velocity V, average, V capital, تجد 20 متر per second. Viscous friction cause, يعني اللزوج الاحتكاك بسبب اللزوجة يسبب شيء سبب cause, pressure drop, gradient, انخفاض بالضغط, along the pipe, to be, تجد 0.8 كيلو باسكال per meter. 0.8 كيلو باسكال يعني عندنا دلتا في اوفر ال على ال كله قد يساوي لنا 0.8 في 10 اس 3 واللي هو يساوي لنا 800 باسكال. Determine the viscous and turbulent shear stress in the kerosene. يريد اولا الفيسكوس شير ستريس يعني اولا يريد التاو viscous واثنين شيري التاو شير ستريس شنو هو؟ التوربيلين كومبوننت ان ذا كيروسين ات لينت ار يساوي لنا 10 عندما الار يساوي لنا 10 شنو هو مليمتر from the center line of the pipe. Use a power low velocity. يقول لك استخدم power low velocity. لا ما تستخدم اللين. And take rho يساوي لنا والكي يساوي لنا. عندنا ال assumption incompressible flow. أنا من أرد أطلع ال T viscosity أو T viscosity أو كذا T بصورة عامة تاو. لازم أطلع التاو بالوول وبعدين أسوي نسبة وتناسب مثل ما تعلمنا بال شو اسمه بال المحاضره السابقه. اول شيء انا بما انه استخدم باور لو لازم اطلع الان قد والان ما اعرف اطلعها من الجدول قلت لك الا من الرينولد نمبر. تو يوز ذا باور لو فيلوسيتي بروفايل اللي هو الاس مالته 1 على ان اذا تتذكروه. وي ميست فيرست ديتيرمن ذا اكسبورنش ان لازم نوجد ان وش ديبيند ايفن رينولد نمبر اذا نحسب رينولد نمبر في دي على ان. الفي مطيني اياها 20 والدي القطر 100 قسمة على 1000 شو يصير؟ 0.1 سوري متر تقسيم الكيناماتيك فيسكوسيتي هاي يطلع لك الريلود نمبر 1 في 10 اس 6 اروح للتيبل عندي 1.91 اللي موجود عندنا بالمحاضر وموجود عندك ايضا بالكتاب اشوف الواحد في 10 اس 6 مقابل ايش قد يساوي لنا الان؟ يساوي لنا 9 اذا اليو على يو مقزومهم راح تساوي لنا 1 ماينس R على R للأس 1 على N 1 على الجد على 9 هاي بعدين راح هسه نجي نطلع تاو along the wall of the wise curve by laminar flow على الوول since the pipe is horizontal نطبق نفس القانون مالته DB over DH يروح 0 طبقناه سابقا فيصير عندنا DB partial B partial X هو DB over L يصير عندنا هذا نعوض نصف القطر الجد R كل يعني تمنى هذا الجد نصف القطر R إذا كله 150 ال 50 0.05 دلتا بي على ال هو ايش قد عندنا اللوسز يساوي لنا 800
وعندنا هاي تقسيم اثنين يطلع لنا 20 باسكال. طبعا هذا باي بروبورشن النسبة تناسب هذا عرض شو نقول يعني كأنما نسوي لنا هنا مخطط ويصير عندنا هيش تشيل ستريس هنا وهنا مثل بالعشرة التاو بالعشرة اللي أريده تقسيم العشرة هاي العشرة يساوي لنا التاو هذا هنا اللي هو 20 تقسيم 50 تشابه مثلثات الشيط جد يطلع لنا التاو 4 كيلو باسكال اللي هو آخر. انتهينا من هذه المطلب الأول التاو اللي هو فيسكوس اللي هو وين موجود اللي هو بالعشرة. هسه نجي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني طلبتنا الأعزاء يريد من عندنا التاو بس يا تاو يريد من عندنا هسه طلعنا الفيسكوس تاو نطلع التاو التوربيلنت وهنا أنا من نريد نطلع التاو فيسكوس وطلعنا التوربيلنت لازم نطلع طلعنا التاو توتال عفوا كامل توتال التاو كله طلعناه طلعنا التاو لان هذا التاو وول هسه شو نطلع نطلع الفيسكوس تاو فيسكوس فيسكوس نجي عندنا اول شيء من نريد نطلع التاو فيسكوس هو شو يساوي لنا ميو ديو اوفر دي واي صح لازم نطلع اليو برايم صح لازم نطلع اليو برايم واليو برايم حتى اطلعها اليو برايم اللي هو المين فيلوسيتي احتاج العلاقه مالتي اللي شو تساوي لنا في الافرج فيلوسيتي يساوي لنا يو ماكسيموم لازم اطلع اليو ماكسيموم وبعدين اطلعها ليش؟ لان هي علاقه لليو ماكسيموم اوكي؟ اليو ماكسيموم اطلعها من الافرج فيلوسيتي يعني العلاقه مالتها اللي قلت لك من ساعه كامله ايش يو دي في الفي عندك يو ماكسيموم وعندك الان طلع عندك اليو ماكسيموم هسه نستخدم معادله 9 3 4 فروم يو هاي موجوده عندنا في النيوتنيان لو فيسكوس هذه عند التاو شو يساوي ميو دي يو اوفر دي واي واليو هي شنو اليو على يو ماكسيموم 1 ناقص ار يعني معناها اليو بار شو يساوي يو ماكسيموم في 1 ناقص ار على ار سمول على ار كابيتال اس 1 على ان اللي هو 1 على 9 صح فنجي نشتق هذا ثابت يطلع برا التكامل نشتق هذا ينزل الاس جوا ونطرح من الاس 1 الأس ينزل هنا من مشتقه ونطرح من عنده واحد في مشتقه داخل القوس اللي هي ناقص واحد على هذا مشتقه داخل القوس ترتبها يصير هاي عندنا المعادله اللي هي تاو فيسكوس نجي نعوض الميو عندنا اليو مكزومه طلعناها اليو مكزومه طلعناها وعندنا الان 9 والار عندنا موجود 0.05 الار سمول عندنا نريد نطلعها ب 0.01 يعني 10 على 50 0.05 ار سمول وعندنا هاي ان يطلع عندنا شنو هو التاو فيسكوس اللي هو 0.1042 باسكال. هسه لو تجي تشوف هذا اتس فيري سمول كونتربيوشن جدا صغير فيسكوس. انستيد ذا توربيلنت شير ستريس كوم بروفايد ذا ميجورتي اكثر شيء توربيلنت بيها شير ستريس لانه هو توربيلنت في لونه هاي الطبقه القليله اللي هي من واحد قلنا يو ستار واي على كيناماتيك فيسكوسيتي من 0 ل 5 اللي هي الفيسكوس سب لاير. فيكون جدا صغير 0.1 والتاو شير ستريس الكل طلعناه سابقا 4 يعني هذا 0.1 من الاربعه يعني 0.1 تقريبا من الاربعه ايش قد يعني نسبته؟ نسبته يعني 1 على 40 شوف ايش قد اللامينر يعني 1 على 39 شنو يكون من عنده على 40 شنو توربلنت و1 على 40 تقريبا شو يقول لامينر نجي هسه شو نقول تاو يساوي لنا تاو فيسكوس على التوربينت حتى تطلع التوربينت هذا عندنا 4 وهذا طلعناه 0.1 يطلع عندنا التاو توربينت اللي هو الميجورتي شوفوا المقارنه مالته هذا ايش قد وهذا ايش قد اللامينر فيسكوسيتي 0.1 وهذا 3.9 هذه المقارنه بيناتهم طلعنا التاو توربينت هنا ابنائي الطلبه الاعزاء ونطلعنا التاو توربينت خلصنا من هذا المثال نجي نكمل محاضراتنا ابنائي الطلب نرجع الملف محاضرات هسه نجي الى موضوع جديد resistant to flow in a rough pipe in a rough pipe قلنا هسه حكينا عن smooth pipe هسه اجينا المل للروف خشن السموث الناعم الروف خشن اللي هو عكس لان احنا قلنا قسمناها الى اكو عندنا سموث اللي تكلمنا عنه وهسه نجي نحكي عن الروف اللي هو الخشونه اللوسز
resistant to flow يعني المقاومة إما للماء الماء من يجسر المقاومة ضده in rough pipe بالبايب الخشن يعني شو يسمونه major losses الخسائر الرئيسية الخسائر الرئيسية. بالتطبيقات الهندسية أي خسارة بالطاقة أو بالاحتكاك هي بسبب شنو عاملين لو الفلويد فراكشن الاحتكاك بالماء أو الوول رفنس لو بالجدار أكو خشونة هذه اللي نسمى عليها شنو نطلق عليها often referred to a major head loss نسميها الخسائر بالارتفاع الرئيسية اللي هنا مثلها H losses H losses H sub losses or simply a major loss أو باختصار الخسائر الرئيسية خسارة رئيسية الهيد ليس ان ذا فايف لوس هو بسبب البرجر قلنا بفرق بالضغط هو شنو دلتا بي على جاما دلتا بي على جاما الاتش ال يساوي لنا دلتا بي طلبتنا الاعزاء على جاما ليش؟ لان هو برجر دروب على طول الفايف اللي يصير اللي يسبب لنا الفركشن ريزيستنس وهذا هاي الخسائر اللي هي الاتش سي تكون صفر ايديال فلو الايديال فلو اللي ما بي لا خسائر ولا كذا هسه نجي هنا أنا احنا نشتق هذه الخسائر الرئيسيه العلاقات مالتها للمينر فلو للتوربينال خلينا نتكلم بالبدايه عن اللمينر فلو ثم التوربينال فلو وانه بنجي للامبريكر عندنا يقول من كويشن 6-19 اللي هي عندنا موجوده في موضوع في موضوعنا اللي هو الهوريزونتال فلو ثرو سيركلر بايب عندنا هاي المعادله 6-19 عندنا البرجر لوس على الاير هي علاقه هنا علاقه كانما للفي وللميو وللدي واضح؟ من هاي المعادله ابناء الطلبه الاعزاء من هاي المعادله نجي هنا نطلع من هذه المعادله اللي شوفها هنا عندك نفسها هاي المعادله هاي المعادلة ابن الطلبة الأعزاء. We could drive an equation to the head loss. نقدر نشتق معادلة المن to الخسائر بالارتفاع across the pipe for laminar flow للaminar flow. Since HL هي دلتا بي اوفر ال. اجي هنا هسه شو اقول؟ دلتا بي اوفر ال. فشو يصير عندنا؟ ال HL يساوي لنا دلتا بي اوفر جاما سوري. والدلتا بي شو تساوي لنا من هنا؟ من هنا اطلعها دلتا بي. تساوي لنا 32 هاي نضربها هنا بالمقام ميو ميو في ال ال على يمين على دي سكوير دي سكوير 32 ميو ال على دي سكوير واجي اقسمها علي من بعد على جاما طبعا والفي صور هاي الفي نسيت اضربها هنا الفي 32 في ميو في ميو فتطلع لنا هاي العلاقه الاتش لوسز هذا فور لمينر فلو للجريان الطبقي هسه هنا واضحه من العلاقه اللوس الخسائر تزداد ويا من ويا من كل ما يقل القطر لان تناسب طردي عكس العفو So the loss increase as the internal diameter of the pipe decrease. كل ما يقل هذا internal. ليش؟ لأن since the losses الجريان هذا الخسائر very inversely يعني تتغير عكسيا with square of the D وهي مربع نصف القطر. ميل. So mainly بصورة عامة the surface roughness يعني السطح مال الماء البايب الخشونه مالته والفيسكوسيتي اوف الماء ليد تو ذيس لوس تؤدي الى هذا اللوس تؤدي الى هذه الخساره ونقدر نكتبها بتيرم الفراكشن فاكتور صح؟ نقدر نكتبها بتيرم الفراكشن فاكتور اللي هو اف
الاف اللي هو احنا قلنا عن الاف شي يساوي قلنا عندنا العلاقه اللي سابقا قلنا لها نجي عندنا هذه العلاقه طلبتنا الاعزاء الاف اللوسز الاف سابقا 64 في الخسائر اذا تكلمنا عنها هنا اللي هي العفو هسه هي جوا هنا الصور تكلمنا عنها سابقا فقط العلاقه بالمقدمه مال الفصل وهذه هنا شو تكون عندنا الفراكشن فاكتور نقدر نعبرها بدلاله الفراكشن فاكتور ويوزن رينولد نمبر اللي هو رو يو دي ايش يصير عندنا هنا عندنا الفراكشن فاكتور الاف فراكشن فاكتور يساوي لنا 64 على رينولد نمبر هذه علاقتي رينولد نمبر الفراكشن اكثر على رينولد نمبر ونجي هنا شو نسوي هنا هاش يسمى الفراكشن فاكتور نجي هنا على رينولد نمبر نجي هنا شو نعوض اللي هو شنو 64 على رينولد نمبر عندنا هنا ايش قد عندنا 32 نضربها في 2 تصير 64 نقسم على 2 ونطلع رينولد نمبر عندنا صح نطلع رينولد نمبر اللي هو شنو هو ميو في رو في دي على ميو هنا عندنا رو صح وعندنا في هاي تصير في احنا صارت عندنا رو حطينا ثاني وهنا في تربيع حتى ما نسوي شيء كانه ما نختصرها دي هاي موجود عندنا دي وحده تبقى بس دي على ميو هاي ميو نجيبها ايش يصير عندنا الاتش لوس يساوي لنا 32 في تربيع ال برو على دي جاما اللي هي شنو روجي جاما اللي هي روجي في جو عندنا رينولد رينولد نمبر 64 هاي نضربها في 2 ونخلي هنا 2 64 على رينولد نمبر هو شنو اف فايش يصير عندنا الاتش ال شو يساوي لنا اف في ال في في سكوير والرو تروح منا ومنا على 2 جي في دي واضح تطلع عندنا هاي العلاقه اللي هي شو نسميها دارسي كويجن معادله دارسي معادله جدا مهمه اللي هي معادله دارسي واضحه من خلال المعادله it does not depend يعني الاتش لوزز علي من ما تعتمد عليه من even whether the inner surface of the pipe ما تعتمد عليه it does not depend even whether the inner surface of the pipe يعني الجدار الداخلي مال البايب وول is smooth or rough اذا كان شنو ناعم او خشن Here the friction loss is produced only in the viscosity of the fluid. إذا السبب الرئيسي هو هنا فقط the viscosity of the fluid. ليش ما ندخل الـ roughness اللي تكلمنا عنه سابقا. نجي الآن هسه نتكلم عن الـ turbulent flow. بالـ turbulent flow. بالـ turbulent flow طلبتنا الأعزاء. بالـ turbulent flow التجارب العملية بينت أنه البرجر لوز دروب الخسائر بالضغط بالتوربيننت فلو تعتمد عليه من على عده عوامل، العامل الاول ابناء الطلبه الاعزاء هو البايب دايمتر قطر الانبوب. العامل الثاني هو طول الانبوب. العامل الثالث فلويد فيسكوسيتي يعني نوع الماء الزوج او الكثافه مالته. يعني كثافه الماء. الرابع الفيسكوسيتي اللي تعتمد ايضا على نوع الماء فيسكوسيتي اللزوجة والخامس الافرج فيلوسيتي والسادس ذا روفنس اور افرج هيت اللي هو هذا الهيت والروفنس افرج هذا ست عوامل تعتمد عليها بالاكسبيرمنت شو عندنا هنا هاي الاي نطلعها كعلاقه الاي على دي علاقه ويا الرينولد نمبر نستخدم مودي دايجرام
مودي دايجرام اللي راح اراويكم اياه بعدين. This diagram it is necessary to know the average surface roughness. هذا الدايجرام نقدر نحسب من عده ال average surface roughness, هذا ال roughness of the pipe inner of figure 620 اللي راح نعرضه ان هنا الشكل في 26 يوضح الامور عندنا. هذا باللامينر فلو هذا السطح يكون هيك, بالتوربيلنت فلو لا تكون توربيلنت اي دي 4 ميري, وهنا الليفر سب لاير وعندنا ترانزيشنال, ومن يكون روف سيرفيس كلش كله يكون توربيلنت كانما انا مو كانما سموث نص سموث وكانما يتحول الى روف سيرفيس ويتحول كله الى اديز. هنا انا طلبت من نعرف هذه the relative ratio u over the unreynold number can be calculated and the fraction determined from the mode diagram. F نقدر نوجده حتى نعرف. احنا نريد نوجد ال F. نطلع ال E ونقسمها على ال D ويا الرينولد نمبر ال E على D والرينولد نمبر 2 نسقطهم وين بالمودي دايجرام يطلع لنا ال F. هسه راح نشوف شو راح نشوف شلون يطلع لنا الاف. يعني الاف نحسبه من اي على دي والنود نمبر. هاي امبيريكال سوليوشن يعني علاقه تجريبيه تقدر ايضا تستخدمها او المودد. اذا ما حددت لك من امتحان بكيفك تستخدم اي وحده, ولكن اذا احدد لك تستخدم مودد. هاي شيء نسميها رذر ذا مودد دايجرام تو ديتيرمنت اف وي كان فاليو ذا امبيريكال فورمولا اللي اشتقها هالاند ايكويشن. هالاند ايكويشن اللي هي واللي هي نفسها ترسم المودي دايجرام. هذا المودي دايجرام المودي دايجرام هذا ابناء الطلبه الاعزاء. يمكن صعبه عليكم هنا عكسه, خلينا نشوف هنا اذا ممكن صوره اتصور بصوره افضل. اي اتصور هنا افضل يتوضح لكم ابناء الطلبه الاعزاء. هذا المودي دايجرام. ايش يعطيك هنا بالمودي دايجرام بابا ابناء الطلبه الاعزاء؟ يعطيك الفراكشن فاكتور. هذا الفراكشن فاكتور ما تطلع واضحه الصوره. خلينا نمشي هيك. هذا الاكس اكسس هنا عندنا هو شنو الفراكشن فاكتور. هنا العفو الواي اكسس هنا عندنا الرينولد نمبر. هذا الرينولد نمبر وعندنا هنا هذه الشنطينه الجهه الثانيه من هنا ينطينه الريلاتيف بايب روفنس اللي هو ايتا على يمين على دي اللي حكينا عليه امس. فاذا عندك الايتا على دي, هاي الايتا على دي ابناء الطلبه الاعزاء, الايتا على دي خلينا نفترض 0.002 او 0.01. هاي الايتا على دي. ونفترض الرينولد نمبر مالتك, نفترض الرينولد نمبر هسه علمك شلون تستخدم المودي دايجرام. هنا نفترض الرينولد مالتك نمبر 1 × 10^6 هذا بابا قصقطه منا. ونفترض الايتا على دي 0.002 هذا طلعت لنا هاي القيمه. هاي القيمه, هاي القيمه شو اسوي؟ اريد اطلع من عندها الفراكشن فاكتور. الفراكشن هنا وين الفراكشن فاكتور؟ الاف هذا هنا اسقطها بهاي الجهه. هاي هنا عشرة والستة هذه ثمانية. وهذه الـ 0.02 ونفسها أسقطها إلى الجهة الثانية. يطلع لي قد الفراكشن فاكتور الـ F 0.002 0.03 بيناتهم يعني بالنص يمكن 0.06
شوفوا شوي اقرب اللي هنا 2 4 2 4 هاي كانما هاي 2 5 هنا جواب 1 2 4 تقريبا اوكي او 0.024 هذا الاف طلعت الاف 0.024 واضح الزيت شلون تحسبها الماتيريال حسب الماده اللي يعطيك اياها اذا اعطاك كونكريت كروس تستخدم 0.25 هاي الزيت اللي هي بالمتر قوي إذا أعطاك كونكريت نيو سموث تستخدم هذه، إذا أعطاك دراو تيوبينج تستخدم هذه، إذا أعطاك لاس تستخدم هذا، آيرون هكذا وهكذا. ووتر مين هولد تستخدم وهكذا. واضح أبناء الطلبة شلون نستخدم المودي دايجرام مهم هذا بالامتحان ويجعل لي هذا الموضوع سؤال أكيد. هي نفس هاي الإمبريكال سوليوشن العلاقة اللي نستخدمها طلبتنا الآن. هسه نجي نون سيركلر كوندكت. إذا يكون الكوندكت مو دائري يعني البايب مو دائري سكوير شيب القطر مالتي شيب نستخدم بوكان دي نفس العلاقات بس بوكان دي نستخدم هيدروليك دايمتر والهيدروليك دايمتر شو يساوي؟ 4 في الاريا على البيرمتر اللي هو شنو يعني 4 في المساحة على المحيط المحيط يعني المساحة السطحية الاريا كروس سكشن اريا والبي بيرمتر اللي هو المحيط والدي اتش اس كول شنو؟ هيدروليك دايمتر صار واضح ان شاء الله اتمنى طلابنا في المحاضره القادمه ان شاء الله نتكلم عن الموضوع الثاني اللي هو الميجر لوسز ماينر لوسز وفي محاضره اخرى جزء اخر نتكلم عن نحل تمارين الميجر لوسز والمين لوسز المين لوسز والميجر لوسز والمين لوسز يكونها جدا مهمه طلبتنا الاعزاء